السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لماذا تدخن سيارتي وهي باردة؟ هناك عدة أسباب محتملة وراء احتمال تدخين سيارتك عندما يكون الجو بارداً. فيما يلي بعض التفسيرات الشائعة: عندما تكون سيارتك متوقفة بالخارج في ليلة باردة، يمكن أن يتكثف التكثف داخل النظام العادم. عند بدء تشغيل المحرك، يتبخر هذا التكثيف وينتج دخاناً أبيض يخرج من العادم. عادة ما يكون هذا أمراً طبيعياً، ولا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق إلا إذا استمر الدخان لفترة طويلة. حاشية الرأس الثالثة: إذا كان الدخان من العادم أزرق أو أبيض واستمر لفترة طويلة، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أكثر خطورة، مثل حاشية الرأس الثالثة. يمكن أن تتسبب حاشيات الرأس المعيبة في احتراق سائل التبريد في اسطوانات المحرك، مما ينتج عنه دخان أبيض أو أزرق. في هذه الحالة، من المهم أن يتم إصلاح سيارتك بسرعة بواسطة متخصص، لأن حشية الرأس المعيبة يمكن أن تؤدي إلى تلف خطير في المحرك. مشاكل الوقود: عندما تكون درجة الحرارة منخفضة، قد يواجه الوقود مشكلة في التبخر بالكامل في أسطوانات المحرك. هذا يمكن أن يسبب احتراقا غير كامل ويؤدي إلى دخان أسود أو أزرق من العادم. تأكد من أنك تستخدم وقوداً عالية الجودة وأن سيارتك تتم صيانتها بشكل صحيح لتجنب هذه المشكلة. مشاكل زيت المحرك: إذا كانت سيارتك تدخن بشكل أساسي عند بدء التشغيل في الطقس البارد، فقد يكون ذلك بسبب مشاكل زيت المحرك. قد يواجه الزيت السميك صعوبة في الوصول إلى الأجزاء العلوية من المحرك بسرعة، مما قد يؤدي إلى احتراق غير كامل وينتج دخاناً أزرق من العادم. افحص مستوى زيت المحرك وتأكد من تزييته بشكل صحيح بزيت عالي الجودة مناسب لظروف الطقس. إذا كنت تواجه مشكلة بشكل منتظم مع الدخان غير الطبيعي القادم من سيارتك، فيوصى باستشارة ميكانيكي مؤهل. سيكونون قادرين على إجراء تشخيص دقيق وإصلاح مشكلة أساسية قبل أن تزداد سوءا. عندما تتعرض سيارتك لدرجات حرارة منخفضة، يمكن أن تتكثف الرطوبة في العادم وتشكل بخار الماء المرئي. قد يجعل سيارتك تبدو وكأنها تدخن، لكنها في الحقيقة مجرد تكثف يتلاشى بسرعة بمجرد ارتفاع درجة حرارة المحرك. العادم البارد: عندما تبدأ سيارتك في الطقس البارد، يحتاج المحرك إلى مزيد من الوقت للوصول إلى درجة حرارة التشغيل العادية. خلال فترة الإحماء هذه، قد تخرج غازات العادم من أنبوب العادم ببطء أكثر وتشكل دخاناً خفيفاً. بمجرد وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل العادية، يجب أن يختفي الدخان. تسرب الزيت أو سائل التبريد: في الطقس البارد، يمكن أن تتقلص أختام المحرك، مما قد يؤدي إلى تسرب الزيت أو سائل التبريد. إذا لامست هذه السوائل الأجزاء الساخنة من محرك سيارتك، فقد ينتج عنها دخان. في هذه الحالة، من المهم فحص مستوى الزيت والمبرد انتظامي وإصلاح أي تسرب. مشاكل المحرك: في بعض الحالات، يمكن أن يكون الدخان المرئي القادم من عادمك علامة على مشكلة أكثر خطورة في المحرك، مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو تسرب سائل التبريد في الأسطوانات، أو خلل في نظام الاحتراق. إذا لاحظت دخاناً مفرطاً أو لوناً غير طبيعي أو مصحوباً بأعراض مزعجة أخرى، ضوضاء غير طبيعية، وفقدان الطاقة، وما إلى ذلك، فمن المستحسن أن تقوم بفحص سيارتك بواسطة ميكانيكي مؤهل. إذا كنت قلقاً بشأن الدخان القادم من سيارتك في الطقس البارد، فمن المستحسن دائماً طلب المساعدة المهنية لتقييم الموقف وتحديد السبب الدقيق. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.